اوف مش هين القرار. ايه وبعدين؟ مرحبا اصدقائي. مرحبا فادي. اهلا هادي. اليوم رح نحكي عن قصة نبي زار أرملة في وقت من أصعب الأوقات اللي مرت على الشعب في ذلك الوقت، وعمل المعجزات في بيته حتى يدبر إلها احتياجها. شو هي المعجزات اللي عملها وكيف رح تأثر على حياتها؟ بس قبل ما نبلش اشتركوا في قناتنا حتى يوصلكم إشعار بكل جديدنا. خلينا نبلش بالقصة اللي موجودة في سفر ملوك الأول إصحاح 17. كان إيليا نبيا من بلدة تشبي في جلعاد، فذهب إيليا إلى أخاب وقال له: أقسم بالله الحي إله إسرائيل الذي أقف في حضرته، لن ينزل مطر ولا ندى في السنوات القادمة إلا عندما آمره بالنزول. كان إيليا نبي للرب، وكان في زمن كثرت فيه الأنبياء الكذبة واللي كانوا بيعبدوا البعل والسواري. مين بعل والسواري؟ رجعنا للأسامي الصعبة. هلا راح أشرح لك. إيليا كان من بلدة تشبي وهي مجهولة المكان، ولكن كان يسكن في جلعاد واللي هي حاليا في مدينة السلط في الأردن. ليك ماضي شي كونترا مع شي حدا؟ ما في إلا الأردن بأساسك. الأردن معبي الكتاب المقدس عشان هيك على رأسي. بس اليوم رح أرضيك، ما تخاف، أصبر شوي رح ترضى. كان منع المطر هو من الرب، وإيليا كان النبي اللي بعثه الله حتى يبعث بالرسالة للملك أخاب اللي كان ملك المملكة الشمالية في مدينة السامرة في شمال فلسطين واللي هي ضمن محافظة نابلس اليوم. وهو كان سبب اللعنة اللي نزلت على الأرض في هذاك الوقت، لأنه هو وزوجته الوثنية إيزابل كانوا بيعبدوا آلهة البعل بدل الله، كانوا عايشين بخطاياهم. عشان هيك منع المطر كان مجازاة على خطاياهم، وعشان هم كانوا بيعبدوا البعل اللي هو بنظرهم إله الطبيعة اللي بيجيب الأمطار على الأرض، هاي كانت فرصة حتى يعرفوا مين هو الإله الحقيقي، الله أو البعل. وكلم الله إيليا وقال له: اترك هذا المكان واذهب شرقا واختبئ قرب جدول كريت شرق نهر الأردن، اشرب من ذلك الجدول، وقد أمرت غربانا بأن تجلب لك الطعام إلى ذلك المكان. طلب منه الله أنه يهرب ويتخبى لأنه ما كان بيقدر يظهر للناس، خوف من الملك ومن الشعب اللي كانوا بيطلبوا منه المطر بلجاجة، لأنه لو بقي عندهم كانوا رح يقتلوه إذا ما أعطاهم المطر، لأنه هو بس اللي بيقدر ينزل المطر مرة ثانية. حكى له يتخبى عن جدول كريت واللي هو كان شرق نهر الأردن، يعني في الأردن، وكان هذا النهر بصب في نهر الأردن. الله كان رح يهتم بنبيه وما كان رح يتركه يجوع ولا يعطش، عشان هيك الله طلب من الغربان أن يجيب له الخبز واللحم. بس الغريب الموضوع أنه الغربان ما أكلت الأكل ولكن وصلته لإيليا. ما تفكر أني ضد الفكرة، بالعكس، حدا بيقول لك أكلت منسف من الأردن؟ بس كيف عم بتسائب أغلبية قصصك بالأردن يا زلمي؟ هلأ قلت لك رح أرضيك، أصبر. فانصرف إيليا وفعل كما أمره الله، فذهب ليقيم قرب جدول كريت شرق نهر الأردن، فكانت الغربان تجلب له الطعام كل صباح وكل مساء، وكان يشرب من ذلك الجدول. وبعد مدة من الزمن جف النهر إذ لم ينزل أي مطر، فجاءت كلمة الله إلى إيليا: اذهب إلى صرفة صيدون وامكث هناك، فقد أمرت أرملة هناك أن تطعمك. وثق إيليا بكلمة الرب، راح عن جدول كريت ووثق أنه الغربان راح يجيب له الطعام، مع أنه كانت طيور نجسة لشعب إسرائيل وكثير من الناس بتعتبرها نذير شؤم اليوم، ولكن الله استخدمها حتى تعيل النبي إيليا. ولكن بعد فترة نشف النهر لأنه ما كان في مطر لسنين طويلة، ولكن الله كان مجهز خطة لإيليا وطلب منه أنه يروح إلى صرف صيدون واللي هي بالقرب من مدينة صيدا في جنوب لبنان. أيوة هيدا حكي. رضيت هلأ؟ رضيت. أوكي. فطلب الله منه أنه يروح لصرفة صيدون ويعيش هناك، لأنه في أرملة رح طعميه هناك. تخيل المشقة اللي عناها إيليا نفسه من منع المطر، من السامرة لشرق الأردن وإلى صرفة صيدون، وكل السفر كان بسبب طاعة إيليا للرب. ولكن صرفة صيدون كانت مركز للساجدين للبعل، وكان ممكن انهم يقتلوه او حتى يسلموه لاخاب، ولكن مع كل هذا الشيء إيليا اطاع الله لانه كان واثق فيه. ليك تعال فكر فيها، مش هين تكون نبي؟ ها صحيح انه الله بيحكي معك، بس مسؤوليه ولو؟ طبعا الموضوع مش سهل. فذهب إيليا الى صرفة صيدون، وعندما وصل الى باب المدينه راى الارمله تجمع عيدانا للنار،
فقال لها إيليا: احضري لي من فضلك بعض الماء في كوب لأشرب. وبينما كانت المرأة ذاهبة لتحضر له ما طلبه، قال لها إيليا: احضري لي من فضلك قطعة خبز أيضا. لما وصل إيليا لعند باب المدينة، شاف الأرملة بتجمع عيدان النار، لكن بنشوف انه طلب منها مي حتى يشرب. بس من وين المي وكان في جفاف يا زلمة؟ هادي انت لبناني وما بتعرف من وين المي؟ احكي لك مدينة صيدا اللي هي على البحر. يعني بيشرب من مية البحر؟ لا ما بيشرب من مية البحر، ركز معي هلا. اللي كانوا بيعيشوا على شاطئ البحر كانوا بيحفروا في الرمل قريب من البحر، فبتتجمع المي في الحفرة من مية البحر، ولكنه بيكون مصفى بالرمل وبيكون صالح للشرب، ولكن بيكون شوي مالح، عشان هيك هي راحت تجيب المي. بنشوف انها ما جادلته ولا عملت اعذار، وهذا الشيء سببه كرم الشعوب القديم للمسافرين. راحت تجيب له المي، ولكن إيليا طلب منها كمان اكل. تخيل انك مسافر من الاردن للبنان مشي، شو راح يكون احساسك؟ انا بالطياره وبتعب. تخيل. هاي الارمله كانت امميه وكانت من الشعوب المكروهه من شعب اسرائيل بهذاك الوقت. لكن اللي بنشوفه هون انه الله استخدم اول شيء الغربان اللي هي طيور نجسه، ثاني شيء ارمله اجنبيه بنفس بلاد الملكه ايزابل حتى يعيلوا إيليا. والدرس هون هو انه الله بيجيب المعونه من اقل مكان كنت متوقعه. هو بيهتم فينا بطرق ابعد من كل افكارنا او توقعاتنا. مهما كانت تجاربك مره، مهما كانت اوضاعك ميؤوس منها، طلع ليد عنايه الله، لانه يمكن نلاقي عنايته في اماكن غريبه. شو ممكن تعمل انت في هاي الحالة لما يجي عليك شخص مسافر يطلب منك تطعميه وتشربه وانت يلا ملاقي الاكل لحتى تعيش حالك؟ شارك معنا في التعليقات. فاجابت المرأة: اقسم بالهك الحي، لا خبز لدي، لا املك الا قليلا من الطحين في جرة وقليلا من زيت الزيتون في ابريق، وقد جئت لاجمع عودين او ثلاثة لاشعل نارا واخبز لي ولابني وجبتنا الاخيرة، سنأكلها ثم نموت جوعا. المرة ما رفضت الطعمية أكل، ولكن حكت له عن وضعها الصعب. المواد اللي كانوا عندها بيعمل وجبة لشخص واحد، رح تأكلها هي وابنها وبعدين رح يموتوا من الجوع. الأرملة كانت بتفكر أنها بتعمل وجبتها الأخيرة، ولكن شو ممكن تعمل أنت بهيك حالة؟ بتطعم الضيف ولا بتخليها إلك؟ أوف، مش هين القرار. إيه وبعدين؟ خلينا نشوف شو صار. فقال إيليا للمرأة: لا تقلقي، اذهبي إلى بيتك واطبخي طعامك كما كنت تنوين، لكن اصنعي لي أولا رغيف خبز صغير من الطحين الذي عندك، واحضري الرغيف لي، ثم اطبخي لك ولابنك. فقد قال الله إله إسرائيل: لن تفرغ جرة الطحين ولن يقل الزيت في الإبريق إلى أن يرسل الله مطرا على الأرض. المرأة حطت قدام امتحان هون، هل راح تصدق كلام إيليا أو لا؟ الموضوع كان بده إيمان. الإيمان هو الخطوة بين الوعد واليقين، واللي كان بيحكي في إيليا هو معجزة وصعب تصير منطقيا للي إيمانه ضعيف، لكن كل معجزة كبيرة أو صغيرة بتبلش بعمل طاعة. يمكن ما نشوف الحل إلا بعد ما نأخذ أول خطوة بالإيمان. كان مطلوب من المرأة إنها تضحي بالمواد اللي رح تعمل منهم الأكل حتى طعم إيليا، وإذا عملت هيك ما كانت الجرة رح تفضى من طحين أو إبريق الزيت. المرأة ما كانت بتعبد الله، ولكن هاي كانت فرصة إلها حتى تختبر هذا الإله اللي بيحكي عنه إيليا. فذهبت المرأة إلى بيتها وفعلت كما طلب إيليا، فأكل إيليا والمرأة وابنها كفايتهم لأيام كثيرة، ولم تفرغ جرة الطحين ولم ينقص الزيت من الإبريق، فكان هذا تحقيقا لما تكلم به الله على لسان إيليا. بنشوف إنه المرأة قبلت كلام إيليا وعملت مثل ما طلب، والنتيجة كانت إنه كلامه تحقق. أكلوا لعدة أيام وما خلصت المواد. برقة رغيف الخبز الصغير كان مردوده لأيام كثيرة. ما فهمت. إنه شيلوا طحين وزيت كل يوم ويعملوا خبز تاني نهار بيضل فيه، ما خلصوا أبداً أبداً؟ أبداً ما خلصوا، لأنه هاي هي المعجزة يا هادي. الخطوة الأولى لإيمان المرة كانت إنها تضحي بالمواد اللي عندها. ومرات نفس الشيء، إحنا بيكون بحاجة إنه نضحي بشيء كثير بنحتاجه حتى نختبر البركة اللي رح تيجي بعدين. ولكن المعجزة مش معناتها نهاية المشاكل في حياتنا. خلينا نشوف شو صار بعدين. وبعد فترة مرض ابن الأرملة واشتد به المرض، وأخيرا لم يعد يتنفس. فقالت الأرملة لإيليا: ما لي ولك يا رجل الله؟ أم أنك لم تجيء إلى هنا إلا لتجعلني أتذكر خطاياي السابقة فأدفع ثمن تلك الخطايا بموت ابني؟ معجزة إيليا كانت إثبات للمرأة أنه هو رجل الله ونبي حقيقي، ولكن بعد موت ابنها صار في عندها شك فيه.
المجاعة اللي كانت فيها كانت شيء صعب، ولكن كان في شيء أسوأ واللي هو موت ابنها. وهذا الشيء كان حتى يعلمها درس، ويعلمنا إحنا كمان إنه الله ما بيعطينا عطايا حتى نتكل عليهم، ولكن لازم نتكل على الله نفسه في كل مرة بتواجهنا تجربة جديدة، لأنه هو معطي العطايا وهو اللي بيدبر كل احتياجاتنا. دائما الإنسان بيحب يلوم نفسه على الشرور اللي بتصير بحياته، وهذا اللي عملته المرأة. فكرت إنه موت ابنها كان بسبب خطاياها اللي عملتها، ولكن وجود إيليا في حياتها خلاها تتذكر الله، وكانت تتوقع إنه كل حياتها رح تصير ممتازة بدون مشاكل، لأنه وجود شخص مثل إيليا عندها بالبيت كان رح يجيب كل الخير، ولكن صار العكس. طب ليش صار هيك؟ صعبت علينا يا فادي هالمرة. أوه. ما هي كل ما بتصعب كل ما حتى تفهم أكثر. خلينا نشوف شو الهدف. للأسف كثير من الناس بتربط البركة والخير بالأشخاص، مثل ما فكرت هاي المرة إنه إيليا هو سبب البركة، ولكن الله هو اللي بيعطي البركة لبيوتنا وعائلاتنا. عشان هيك ادعوه حتى يسكن معك في البيت مثل ما عملت هاي المرة مع إيليا. ولكن حتى يثبت لها إيليا إنه نبي الله الحقيقي وما كان الموضوع بسبب خطاياه، وحتى يزيل شكها فيه حكالها، فقال لها إيليا احضري ابنك. فأخذ إيليا الولد منها وحمله إلى الطابق العلوي حيث كان يقيم، ثم صرخ إلى الله وقال يا إلهي، هل وصلت المصيبة حتى إلى هذه الأرملة التي أقيم في بيتها فأمت ابنها؟ ثم تمدد إيليا فوق الولد 3 مرات وصلى يا إلهي، أعد روح هذا الولد إلى جسده ليحيا. إيليا كان عايش بالطابق الثاني للبيت، وهذا بفرجينا أن المرأة ما كانت فقيرة، ولكن بسبب الجوع والقحط احتاجت، فكان موت ابنها ثاني مصيبة بيصير إلها. ولكن إيليا صلى لله وطلب منه أنه يرجع الروح للولد حتى يعيش. ما كان إيليا بيقدر يعيش الولد بقوته، لأنه بس الله اللي بيحيي الموتى. فاستجاب الله صلاة إيليا فرجعت روح الولد إلى جسده فعاش. فنزل إيليا وهو يحمل الولد إلى الطابق السفلي، وعطى الولد لأمه وقال ها إن ابنك حي. فأجابت المرأة الآن تأكدت أنك رجل الله، وأنا متيقن أن ما يقوله الله على فمك لابد أن يتم. علاقتنا بالله بتخلي المعجزات تيجي، وكانت هاي كمان معجزة عملها إيليا أثبتت أنه هو نبي الله. مثل ما حكيت في بداية القصة، كان في أنبياء كثير وكانت المعجزة هي علامة أنه هذا النبي من الله أو لا. عشان هيك المعجزات اللي عملها أثبتت أنه نبي الله الحقيقي، وكان هذا الشيء بسبب علاقته المستمرة بالله. المعجزات اللي عملها إيليا خلت المرأة تؤمن بالله وبكلامه، عرفت أنه الله هو الإله الحقيقي ومش بعل أو إله ثاني كانوا بيعبدوه في هذاك الوقت. ليك كيف كان شكله لهيدا بعل؟ عندي فضول أعرف. تعرف شو تعمل؟ فوت على جوجل اكتب كيف شكله لبعل، بيعطيك صور كثير وأكثر مما بتتخيل. الله في إله أشخاص أمينين في كل وقت وزمان بيثبتوا أنه هو الإله اللي بيعتني بالناس وبيهتم باحتياجاتهم. الله أرسل إيليا للأرملة حتى تعيله، ولكن حتى هو كمان يكون بركة إلها. اليوم نفس الشيء بيصير معنا، تصرفاتنا نخلي اللي حوالينا يعرفوا مين الإله اللي بنعبده. بطاعتنا لله والثقة فيه بنكون بنكرمه، وهذا الشيء بيجيب البركة للمكان اللي بنكون فيه، لأنه مش إحنا فيه ولكن لأنه الله موجود فيه. شو رأيك في هالقصة؟ هل بتشجعك إنك تختار إنك تثق بالله وبكلامه، إنه رح يدبر لك أمورك الصعبة إذا آمنت فيه وبكلامه؟ شارك معنا أفكارك. بدك تعرف أكثر عن هالقصة وعن شخصيات مرت بظروف بتشبه ظروفك؟ تواصل معنا ورح نكون جاهزين حتى نشاركهم معك. إذا بتحب تشوف فيديوهات مثل هاي اشترك في قناتنا، ورح توصلك كل الفيديوهات الجديدة، ورح تقدر تشوف الفيديوهات القديمة. استنوني بقصة جديدة كل أسبوع، وبشوفكو المرة الجاي.